قعدت شيكابالا على الدكة لغز حير الجماهير. هو سليم ولا لا؟ وهل ممكن يرجع للملاعب مع الكولومبي أوسوريو؟ حال جماهير الزمالك لما شافت شيكابالا على دكة الاحتياطي في مباراة الفارس الأبيض والبنك الأهلي. كان زي ما قالت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في أغنيتها الشهيرة: حيرت قلبي معاك وأنا بداري وخبي، قلت أعمل إيه وياك ولا أعمل إيه ويا قلبي. مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الممتاز واللي احتضنها استاد القاهرة الدولي، شهدت أكتر من مشهد مثير للجدل، وبدون كلام أهمها لغز تواجد شيكابالا على دكة الاحتياطي، رغم الكلام أنه جاهز للمشاركة، خاصة أن شيكابالا مش أقل من الموجودين في الملعب، يمكن أهمهم من حيث المهارة. والجمهور كان قاعد مستني يشوفه في الملعب، ما هو ما تبقاش فترة سيئة وكابتن الفريق قعده على الدكة عمداً. وبالرغم من قوة ومكانة شيكابالا عند جماهير الزمالك والمهارات الجهنمية اللي بيتمتع بيها واللي شفنا منها جزء بسيط أسعدنا خلال وجوده مع زملائه بعمليات الأحماء في ملعب استاد القاهرة، وصلت المباراة اللي قدامها وكأنه بيقدم قطعة موسيقية وسيمفونية بتوقيع الأباتشي، لكن برضو ما شفناهوش في الملعب، وده اللي طرح سؤال مهم جدا: هو شيكابالا غاب عن الملعب ليه؟ في ناس قالت انه بامر من رئيس النادي بسبب ان هو دعم احمد الاحمر كابتن النادي وفريق الهاندبول اللي كتبت تويتة غريبة ومحدش عارف كان بيوجهها لمين، بس يبدو انها ازمة مع الادارة. شيكا ظهر على وشه علامات الحزن في الملعب بسبب عدم مشاركته، واللي زاد من الحيرة ان الجهاز الطبي اكد على سلامته بعد الوعكة الصحية اللي تعرض لها الفترة اللي فاتت، وغاب بسببها لفترة طويلة عن المستطيل الاخضر. وفضل السؤال اللي محير كل اللي تابع المباراة: ليه شيكابالا غاب عن المشاركة قدام البنك الاهلي؟ هل بسبب خلافات بينه وبين مدحت عبد الهادي اللي بقى مدير فني مؤقت للفريق، واللي مع وصول المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هيبقى الرجل الثاني في الجهاز؟ تفتكروا شيكابالا كده مكانه لسه موجود ولا خلاص على كده؟